الخيس. اليوم توصلنا من المحكمة بتقرير الخبرة العلمية في ملف توفيق بو 20 المتهم بالتجارة في البشرة. تقرير الخبرة العلمية اليوم أثبت بما لا يدع مجال الشك في خلاصات الخبرة وعملياتها التقنية التي قامت بها المختبر العلمي للشرطة القضائية الدرك الملكي. هذه الخبرة العلمية يمكن اليوم للمغاربة أن يفتخروا بجودة الخبرة بالأسس العلمية والتقنية والمعطيات العلمية اللي جات بها، بحيث أن شرحات الوسائل التقنية ديال الخبرة المعطيات العلمية والأسس العلمية، مثلا ملي كيمشي كيحلل الصورة تيقول لك راه اعتمدنا على المنهج اللوغاريتمي، ملي كيمشي يحلل الوثائق كيقول لك يعني معتمدة على عدة مناهج علمية. وأكدت في خلاصة الخبرة أن الفيديوهات صحيحة 100%، لا يداخلها أي شك أو ارتياب، لم يطالها أي تحريف أو تعديل أو تغيير تقني لمضمونها. ماذا يعني ذلك بالشرح الرأي العام؟ يعني ذلك أن الصور الواردة في الفيديوهات هي صحيحة، تتعلق بالمتهم وتتعلق بالضحايا وتتعلق ببنية المكسب. النقطة الثانية أن طريقة تسجيل الفيديوهات هي طريقة صحيحة. أكثر من ذلك، ذهبت هذه الخبرة إلى أن الصوت صحيح، الصوت صادر عن الفيديوهات، عن الأشخاص اللي باينين في الفيديوهات، وما كاين لا تحريف لا تزوير لا فبراكة. وبالتالي يمكننا نقول اليوم أن الحقيقة العلمية في ملف توفيق بو 20 المتهم بالتجارة في البشر ساطعة، وثبتت الجريمة وثبتت الجرم بالنسبة للمجرم وثبتت الضرر اللي صاب الضحايا. وهنا جوج نقاط، الصورة ديال المتهم هي صحيحة، وأيضا صورة الضحايا هي صحيحة، صورة المكسب صحيح، التسجيل التقني هو صحيح وما طالوش التغيير. البعض يقول وخاصة دفاع المتهمين أن الخبرة ما قالش وأن توفيق بو 20 هو اللي في الصورة، وهذا خطأ وهذا زور، هذا كنعتبره مقابل الزور والكذب. الخبرة واضحة كتقول لك جميع الصور بما فيها توفيق بو 20 الصورة ديالو، ما قالتش توفيق بو 20 وما قالتش الضحايا، كتقول لك جميع الصور يعني الصور ديال المتهم، الصور ديال الضحايا، وايضا صوت المتهم، صوت الضحايا. وبالتالي فهناك من يريد ان يضلل الحقائق الساطعه في هذه الخبره رغم ثبوت الحقيقه. ونقول لهم كفاكم كذبا كفاكم زورا، الخبره راه واضحه، راه الدري الاطفال الى اعطيناهم الخبره وقلنا لهم ما معنى ان الصور صحيحه وما معنى ان الصوت صحيح، غيقول لك راه صوت المتهم وصورة المتهم والضحايا. وبالتالي فهناك من يزايد على المحكمة ويكذب على التقرير العلمي اللي كان تقرير علمي كما قلت يجب أن نفخر به وأن نفخر بالدرك الملكي كما خصنا نفخر بالشرطة القضائية والعمل اللي دارت. بقي فقط أن أؤكد أنه الحقيقة العلمية لا تكذب، هذا أول درس كنتلقاوه سواء في معاهد القضاء أو في معاهد المحاماة، الحقيقة العلمية لا تكذب. والحمد لله حنا جيت سعداء ومطمئنين البال، لانه لاول مره في تاريخ المغرب دفاع المطالب بالحق المدني كيطالب باجراء خبره يمكن ان تكون ضد علم على مصلحته، ومع ذلك ذهب بعيدا وتحدى المتهم اللي كان دائما تيقول بالفبركه. والحمد لله نتائج الخبره جات نصفات الضحايا ونصفات الدفاع ديالهم، وقالت على ان الطلب ديالهم كان طلب موضوعي وقانوني. والحمد لله الهم ديالنا ما كانش فقط ادانه المتهم، الهم ديالنا هو ان يدان المتهم على بينه او ان يبرأ عن بينه، وان ولا خدينا التعويض ناخذوه بناء على وقائع صحيحه. والحمد لله ثبت اليوم للمحكمه وثبت الدفاع المتهم ودفاع الضحايا والرأي العام ان كل تلك الاباطيل وان كل تلك الترهات ديال الفبركه اصبحت من الماضي، ويجب الاعتراف ان ما تعرضوا للضحايا هو جرم كبير، وما قام به الفاعل وجرم كبير يجب أن يلقى العقوبة اللازمة حتى يرتدع هو أو من تسول له نفسه العبث والتجار في البشر. شكرا لكم.